بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. يا سادة، هذا اليوم يوم المستقبل، يوم النظر إلى حياتنا وسعها، وعشان كده بننظر إزاي نبنيها ونبني أهم شيء فيها هو نبني أولادنا. بس إحنا وبنبني أولادنا لازم نكون منتبهين لشيء مهم جدا جدا جدا. في كتير من الأحيان وإحنا بنربي أولادنا وإحنا بنساعد في تنشئة الجيل على القيم والأخلاق وكمان على الفاعلية في الحياة، بيبقى عندنا تحدي كبير قوي قوي، وخاصة في الظروف اللي إحنا بنعيشها. التحدي بيكون في إيه؟ إزاي نقدر نحافظ على اتزاننا وإحنا بنربي أولادنا؟ خليني أقول لكم إن من أبرز المشاعر اللي بتكون عند كتير من المربين، سواء بقى مدرسين، سواء أباء وأمهات، سواء كل من يتعلق بمسألة التربية، حتى العلماء، ما لهم بيبقى عندهم شعور بيغلب عليهم في أغلب الوقت. إيه هو؟ الضغط. حاسين بضغط. الضغط ده بيخليهم في بعض الأحيان كتير يفقدوا اتزانهم في أهم الأوقات وأوقات التربية هما بيربوا أولاده. ولو سمعت حال كتير من المربين هيقول لك احنا حاسين ان احنا طول الوقت بنجري نلحق اللي ورانا، سواء في الشغل او في البيت، وكمان تيجي حاجات الاولاد تخلينا نجري على اخر نفسنا، فنحس بان احنا مرهقين وبنحس كاننا بندور في ساقيه. الحاله دي هي اكتر حاله ممكن النفس الاماره بالسوء تمسك الانسان فيها وتتلاعب بيها. ليه؟ لأن في الحقيقة الإنسان بيبقى فيها في غاية الإرهاق وفي فقد للتركيز وفقد للإحساس بهويته. لكن إيه اللي في الحقيقة بيسبب لينا إحساسنا بالضغط؟ في أسباب خفية كتيرة بتزود إحساسنا بالضغوط في الفترة اللي إحنا فيها دي مش بننتبه ليها. زي إيه؟ رغبتنا إن كل حاجة لازم تكون تحت السيطرة، under control، في حياتي وحياة أولادي، وكمان ساعتها بقى بعتبر ان حياه اولادي ملكي ليا، لازم تمشي وفق رغبتي. فعيالي مثلا لازم يكونوا الاوائل كل سنه على الدفعه. طب لو ما كانوش الاوائل يبقى فيه غلط، فيه عيب، انا ما كنتش مسيطر كويس. السنه الجايه من النهارده من الاجازه هسيطر. وهم لازم مثلا لازم يعبدوا ربنا وفق برضو تصوري، ولو ما حصلش احس بالتهديد. الاولاد ايه ده؟ الأولاد هيلحدوا ولا إيه؟ هينحرف ولا إيه؟ الأولاد ما بقوش بيحبوا ربنا، ما بيعبدوش ربنا، وأنا شايف إنهم ما بيعبدوش ربنا وفق تصوري. فيبقى عندي حالة من حالات إن التشديد عليهم والخوف عليهم من إن هم ما يعرفوش ربنا، فأخوفهم من ربنا، فيفهم الأولاد إن ربنا مترابص بيهم لحد ما يكرهوا حياتهم وكمان يكرهوا العبادة. يحصل ده ازاي؟ ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، ولن يشد أحد الدين إلا غلبة، فأوغلوا فيه برفق. بعض الناس فاهمين أوغلوا فيه برفق يعني إحنا، لا، كمان وأولادكم كمان يوغلوا فيه برفق. يعني إيه؟ وأنا بعلم الأولاد الدين لازم نكون بندخل في الدين برفق. آه طبعا، وأعظم رفق ممكن تعمله إن أولادك يبتدوا التعرف على الدين بإن أنت تقوم بمسؤوليتك عنهم، بإن أنت تبقى حنين وهادي وتبقى كمان داعم ليهم. الطلب للمثالية بيبقى من أكتر الحاجات اللي بتضغط على المربين، وأحيانا للأسف بتخرج أسوأ ما فينا، وأوقات بتفسد التربية. ونسأل نفسنا ليه السعي إلى المثالية والكمال ممكن يعمل فينا كده؟ لأن الباحث عن الكمال والمثالية دايما عينه ما بتشوفش غير النقص ويكتر فيه الانتقاد، فتلاقيهم دايما نقادين رصادين للمساوئ، ودايما حاسين بعدم الرضا، لا عن نفسهم ولا عن حياتهم، ونفس الوقت لا عن طريق تربيتهم ولا عن عيالهم كمان. ومع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى سيدنا أنس بيقول: خدمت رسول الله 10 سنين، كان بيخدمه عشان يتربى على إيده، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. فيجي بقى خوف الأمهات من لقب فشلت في التربية، إيه اللي حاصل؟ فشلت في تربية عيالي، يبقى وبال عليها وعلى الأولاد، ضغط 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 من خوف من الفشل، وتبقى طول الوقت إيه اللي حاصل؟ مع إن إحنا
اللي بنربي عيالنا دايما حاسين ان احنا عندنا مشكلة. واللي يحصل وممكن الأولاد يحصل مشكلة بينهم وبين ربنا، الله سبحانه وتعالى هو الولي المتولي تربية عيالنا على الحقيقة. واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول نكون أسباب لتربية أولادنا بس، لكن احنا مش مسيطرين ولا احنا مسؤولين على إيه النتائج اللي هتيجي. احنا مسؤولين ان احنا فقط نأخذ بالأسباب ونفعل ما أمرنا الله به. أما التربية الحقيقية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يبقى هو بيمشي في الطريق وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى في الآخر خالص إيه اللي حاصل؟ ربنا اللي هيهدي. أما بقى سيطرة الخوف من المستقبل والنسيان حقيقة كفاية ربنا فبيسبب ضغط كبير على المربين. الله سبحانه وتعالى طمنا وقال لنا أليس الله بكاف عبده؟ على فكرة أنت لو خايف لأنك أنت عصيت ربنا، بس ابنك ده عبد لله وربنا هيكفيه وربنا هيحافظ عليه فما تخافش. وأوقات كتيرة إحساس المربي بقلة الدعم والمساندة وشهوره الوهمي أنه بيربي لوحده، ويا سلام لما تكون الزوجة حاسة أن هي بتربي لوحدها وزوجها مش معاها، وأنه بيواجه الحياة وبيحاول ينقذ الأولاد من الأمواج المتلاطمة لأن هم عايشين لوحدهم في هذا العالم الكريه وفي هذه الغابة. إيه ده؟ أربعوا على أنفسكم. فإيه اللي بيحصل؟ فبيخليه يفقد اتزانه ويهتز، مع أن الله سبحانه وتعالى بشرنا وقال لنا وهو معكم أينما كنتم. يعني لو كنتم في مقعد التربية الله معكم، ولو كنتم في مقعد التزكية الله تزكيته قبل تزكيتكم. وعشان كده حضرة النبي كان يقول دايما اللهم أنت الصاحب في السفر، أي سفر حتى لو سفر إلى الأخلاق والقيم بيكون ربنا سبحانه وتعالى معاه. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بشكل واضح إن أنت لازم تكون صالب طولك، تصلب طولك بإيه؟ زي ما حضرة النبي قال وعلمنا، استعن بالله تجده تجاهك، واستعن بالله ولا تعجز. كل الأسباب دي بتخلي المربي يفقد اتزانه في التربية بسرعة جدا جدا، وتلاقيه دايما منفعل وعنده موجات من الغضب وموجات من الانفعالات المتكررة والمتتالية اللي بتحسسه إنه هو مش قادر يقدم الدعم لمين؟ لأولاده، ولا قادر يقوم بالتربية على وجهها الصحيح. وبيزيد شعوره ده لما كمان يروح مزود عليه شعوره بالذنب، ويحصل إنه يبقى في قمة الشعور بالإنهاك. كمان احنا رصدنا مفاهيم خطيرة جدا جدا واحنا بنشتغل في التربية. من بعضها المفاهيم دي مفهوم ان انت وبتربي تربي وانت حاسس بانك انت بتضحي. انت مش بتربي وانت بتضحي. التضحية دي بتخلي بعض الاولاد يحسوا بالمن من اهليهم. التضحية مفهوم سلبي يا سادة في التربية، لان في فرق كبير جدا 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 ما بين التضحية والعطاء. انت بتعطي بس على فكرة انت بتعطي مما اعطي لك. ففكرة التضحية دي لو سيطرت عليك هتعيش مع اولادك دور الضحية. وعشان كده الواحد بيحس ان هو لما بيحس بقى بدور الضحية ان هو بيفني نفسه ويستهلكها عشان الاخرين، ويعيش بقى دور الضحية ويوصل بيه الحال لحد الاحتراق النفسي، يتحول الى حطام. لكن العطاء بقى بيفتح على قلبك أبواب قيم الحب والعطاء والرحمة والخير والجمال. فالعطاء وسع، العطاء خير، العطاء سعادة، العطاء يا سادة اتزان. وعشان كده لازم نعرف إن الاتزان هو البوابة اللي نقدر ندخل بيها على الحياة ونعيش مع أولادنا ونحس ونحسسهم بالأمان. عايز تحسس أولادك بالأمان؟ عليك بالاتزان، لازم تكون انت في حالة اتزان. وعشان كده انا دايما بقول للناس ان الاتزان هو اساس وركن الايمان وهو الموصل للامان. طب ازاي انا كمربي بقى، يجي لي السؤال بقى اللي بيكتر قوي 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 من المربين، ازاي انا كمربي احافظ على اتزاني وسط احساسي بالضغوط اليومية؟ اول حاجة لازم نغير مفهوم الضغوط عندنا. الظروف اللي حوالينا لو فضلنا نسميها ضغوط مش هنقدر نعيش بشكل متزن، لكن الضغوط اللي حوالينا والظروف اللي حوالينا هي فرص عشان نخرج أحسن ما فينا.
يقول لي يعني ايه هو الفرق الكلمه؟ لا مش الفرق الكلمه، الفرق المفهوم الذي يحرك الوجدان ويحرك تلك العواطف ويحرك ذلك القلب. المفهوم ده مهم جدا، لان ايه اللي يحصل؟ ان الناس بتشقى بفكره وتسعد بفكره. فاذا انت عشت ان الظروف اللي حواليك دي ضغوط، ايه اللي هيحصل؟ هتحس ان كل اللي حواليك بيعمل ايه؟ ان كل اللي حواليك بيقف امامك، فتحس بالعجز. لو حسيت ان الظروف دي ربنا خلقها عشان توسع عليك وتخرج حاجات كتيره مركونه جواك من مهارات ومن قدرات، وفي وتخليك متحقق بقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره، ان انت هتبص في نفسك وتخرج قدراتك، مش انت مسجون في الظروف دي والظروف مكبله ايديك ورجليك، لا ده الظروف جايه تساعدك مش جايه عندك. الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في الارض جميعا، فالله سبحانه وتعالى كل الظرف اللي حواليا ده، كل اللي حواليا ده مسخر ليا. فلازم نتدرب على حاجه انا بسميها اللياقه النفسيه. يعني ايه بقى اللياقه النفسيه دي؟ هي اللي بتخليك تعمل وتعمل وانت في حاله من حالات الاستعداد للسعاده، حاله من حالات الاحساس بان الظروف اللي حواليك دي فيها اكيد شيء يستطيع ان هو يساعدك ومسخر ليك عشان تستطيع ان انت نفسيا تكون مهيئ ومستعد ان انت تتعامل في هذا الظرف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك ابواب كثيره جدا جدا جدا. لان هم علمونا ان الله سبحانه وتعالى اذا كان قد خلق الكون مسخرا فلابد انه خلق في هذا الكون مددا. يبقى ايه اللي حاصل؟ الظرف اللي انت حواليك ده فيه مدد، بس ده محتاج ان انت من الداخل تكون مستعد لكي تلقى هذا. ولذلك ايه اللي حاصل؟ لما تكون صاحب بصيره ترى المدد ولا ترى السجن، وهنا بقى تبقى جاهز ان انت تكون سعيد، وجاهز ان انت الضغوط دي تكون فرص عشان تقدر فيها تربي اولادك. اللي مش عنده بقى لياقه نفسيه، عقليته جافه وناشفه وضيقه ونفسه قصير ومش مرن، مش مستعد للحلول الوسط، هو دايما عنده يبدأ يسود وخلاص. فاللياقه النفسيه بيتدرب عليها الانسان، ما بيتولدش بيها. فلما تجيله الضغوط بقى، لما تجيله الضغوط على نفسيته والضغوط اللي من حوله، لازم يفرغها من كونها ضغط، لكن هي في الحقيقة رياضة عشان توسع وتزيد في محاسن الأخلاق وتزيد في رؤيته لنعمة الله. وعشان كده حضرة النبي قال لنا إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إيه ده؟ وكأنك أنت لما تكون عندك لياقة نفسية، اللياقة النفسية يبقى إيه؟ بسط الوجه، إن أنت إيه اللي حاصل؟ ما تكتئبش، ما تتضايقش، ولكن خليك دائما في حالة بسط. شوف حتى التعبير بسط الوجه، يعني إيه اللي حاصل؟ الأشياء مبسوطة، يعني الأشياء متسعة. وحسن الخلق، فأنت لو حصل لك كده هتحس بالوسع. فالوسع ومحاسن الأخلاق أكتر حاجة بتتعلم من خلالها إن ابنك ممكن يشوف الأخلاق بشكل عملي. لما يشوفك انت عندك بسط للوجه ومحاسن الاخلاق فابنك بيتعلم تلقائيا. الحاجه الثانيه، لازم نتعود على شهود نعمه ربنا والفرح بيها وحمدها. الفرح بنعمه ربنا بيبتدي بالفرح بنعمه الحياه، الفرح بنعمه الاولاد. لازم نقول لاولادنا ان هم نعمه، ما نجيش نقول للاولاد. انا اعرف اهالي قالوا لاولادهم انا بعد ما شفتكم انا مش عارف يا اولاد كان مناسب ان انا اخلف ولا ما اخلفش. فالأولاد بيحسوا إن هم نقمة، فلازم إحنا نخرج من ده. فالفرح بالنعمة بيجدد القلوب وبيوسعها، وكمان بيزيد اللياقة النفسية، وكمان بيزيد الوسع في استقبال المدد الرباني. تالت حاجة، عشان أحافظ على الاتزان النفسي لازم أعرف إن الاتزان ده نمط حياة. الاتزان على فكرة، الاتزان حياة مش فكرة ولا كبسولة أنا باخدها ولا حقنة باخدها ولا حتى جايزة بفوز فيها لما اتشطر شوية. الاتزان بيعاش، الاتزان عيشة ونمط حياة. رابع حاجة، لازم أتأكد من اعتدالي كمربي إني أعرف إني مش ملك وممكن أقع في الأخطاء
ووقوع في الأخطاء على فكرة مش معناه إن أنا بوظت الدنيا وما أصبحتش أنفع قدوة. لا، كل ما تعود إني أراجع نفسي سريعا، كل ما دخلت في قوله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ممكن سيئاتهم على فكرة سيئاتهم في التربية فتتبدل حسنات، فأرى فيها إيه؟ رؤ جمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك دول اللي هيقول عليهم الله سبحانه وتعالى ودول اللي تنفعهم التوبة الذين يتوبون من قريب. لما تعود إن أنا لما أغلط أرجع، على فكرة بتزيد ثقتي في نفسي وبتزيد ثقة أولادي فيا وتزيد ثقة من أربيهم، فبتتناسب عكسيا مقدار الضغوط مع مقدار الثقة بالنفس ومقدار مراجعة النفس، من غير مقع في إيه؟ من غير مقع في جلد الذات. وكلما زادت الضغوط قلت الثقة بالنفس إذا أنا ما كنتش مستعد ليها وفاهم إن أنا كل ما رجعت تاني للصواب كل ما كان ده أفضل ليا. رقم 5، هل أتأكد إني أنا عارف هويتي ولا لأ؟ لازم أتأكد إن أنا عارف هويتي وذاتي، لأن أنا لو ما كنتش عارف نفسي مش هقدر أعرف أي حد نفسه. الناس اللي عارفين ذواتهم وقدراتهم المركزية وبيستخدموها بشكل كفء وفعال، إيه اللي بيحصل؟ بيقدروا يضيفوا لنفسهم شيئا فشيئا، فالحياة بتتسع معهم وبيعرفوا مفاهيم كتيرة جدا 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 يستطيعوا معها التعامل مع الضغوط. فإيه اللي يحصل؟ فلما نعرف ذواتنا نضيف عبادات جديدة في حياتنا ونشعر إن إحنا ممدودين من الله سبحانه وتعالى. رقم 6، مهم جدا إن إحنا نراجع أولوياتنا في الحياة ونقلل المجهود اللي بنحطه في حاجات مش مهمة. من حسن حضرة النبي علمنا ده ويقول لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومهم إن إحنا نهتم بأوقات الراحة ونمارس فيها أشياء بتدخل علينا السرور على قلوبنا. فلازم يكون لنا زي ما حضرة النبي وجهنا ساعة وساعة. رقم 7، وده مهم جدا جدا، إن إحنا نعتذر لأولادنا لو أخطأنا في حقهم. على فكرة الأولاد ديهم عرض بالظبط زي أعراضنا، وإحنا لما نمارس الامتنان لأولادنا فالامتنان هيقل شعورنا بالضغوط وبيوسع صدرنا وبيساعدنا على الاتزان ويفتح لنا أبواب الاتزان من أوسع الأبواب ويخلينا نشوف الجمال والنعمة في أولادنا وفي كل اللي حوالينا. يا سادة، الوصفة السبعية اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دي هتفيدنا كتير جدا 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 في تفريغ الضغوط والعيش مع أولادنا في ساحة النعمة الواسعة. يا رب وسع علينا واجعلنا من أهل الاتزان، واجعل هذا الاتزان علامة على حسن الإيمان يا ربنا يا رحمن. يا سادة، صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره، بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتظل جسرا موصولا بيننا وبينكم، نتلقى عليها أسئلتكم ودايما نفضل معاكم في حضرة مولانا ومحل نظره، فنتلقى المدد منه سبحانه وتعالى. معانا السيدة أم إسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، الحمد لله خير ونعمة، تفضلي. أنا بكلم حضرتك بناء على موضوع الحلقة النهاردة. أنا عندي جوزي إنسان طيب جدا واللي في إيده مش ليه، وإنسان متسامح جدا، وما أقول لك يعني الموضوع لو حضرته لك هتقول ده بيشرح العمر وما شرب حاجه. معلش ممكن تعلي صوتك شويه يا ام اسلام؟ بس معلش الشبكه بس. بس مشكلته كل حاجه عندنا اتباعت، فين الفلوس بتروح؟ معرفش. بس ده انا ده، هل ده ابتلاء من ربنا؟ هل ده اختبار من ربنا ان احنا لو صبرنا معاه ربنا يجازينا خير على اللي احنا بنصبره معاه؟ معايا اولادي اصبح دلوقتي بعد ما كنا بسم الله ما شاء الله كان عندنا كتير، كان عندنا فلوس كتير ورثينها، اصبح ما عندناش اي حاجه. طب ام اسلام مش عارفه ده ابتلاء من ربنا ونصب عليه؟ طب ام اسلام ده اختبار من ربنا، واحنا معايا انا راضيه بكل اللي ادوه لربنا. ربنا يكتبك في الصابرات ان شاء الله. بس ام اسلام الفلوس دي انت بتعرفي الفلوس دي بتروح فين، ولا هي الفلوس كده بتروح من غير ما تعرفي هي بتروح فين؟ هي بتتصرف فين بقى؟ الله اعلم. يعني انت هو بيقول لك ان هي اتصرفت بس انت ما تعرفيش اتصرفت فين بالظبط كده. هل انت، انا اسف يعني، هل انت ممكن توصلي الى ان زوج حضرتك هل بدا عليه اي نوع من انواع العصبيه، الاضطراب في الاخلاق؟ بقول لك شيخ انسان كويس جدا ومحترم وابن ناس
وانسان خلوق يعني، واللي في ايده مثليه، وما يفش حاجه عن اي حد، وما بي... هقول لك بيشرب حاجه ولا بيتعاطى حاجه؟ لا ابدا ابدا، طول عمري معاه ما بيتعاطاش حاجه. بس انا مش عارفه ليه كل حاجه مبيعها، ليه طب كل انت حاجه جلستي معاه، متمسكين بيها، ليه في كل حاجه بسهوله مبيعها كده يعني. طب انت قعدتي معايا ام اسلام وكلمتي كتير، فقال لك ايه؟ مالكوش دعوه. لا 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 لا، هو الكلام ده لا، احنا لينا دعوه، لينا دعوه. ليه؟ ان لاهلك عليك حق. انا ما بدورش دلوقتي على اللي راح، راح وراح، كل حاجه راح تمام. انا دلوقتي بتكلم في ان ده ابتلاء من ربنا. انا هجاوبك يا مسلم، انا واولادي عليه ده يعني. انا مش عارف، انا تعبت. انا هجاوبك يا مسلم. شكرني يا شيخ. عفو عفو، ربنا ان شاء الله يعينك ويجعلك ان شاء الله من اهل المدد دايما ومن اهل الفضل. بص يا مسلم، الاحوال اللي زي دي في الغالب احنا لما بنفكر وبيجي لنا الاستشاره اللي زي دي بيبقى عندنا ثلاث احوال. الاحوال الاولانيه حاله ان الشخص بيحاول يمارس اعمال الخير بطريقه تخلي اهل بيته في حاله اضطراب. في ناس كده بيسيطر عليهم فعل الخير من غير ما يكونوا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله أن تظهر ورثتك أغنياء خير من أن تجاروا معاه فيتكففون الناس. يعني تظهروا معاه يتكففون الناس. فبعض الناس بيسيطر عليهم فكرة فعل الخير فيتخرجوا كل الأموال حتى لو بيوتهم اتعرضت للاعتزاز الاهتزاز. وده مش من قبيل الاتزان. الحاجة الثانية أن هو يكون عنده اضطراب، والاضطرابات يعني مثلا اضطراب الشخصية الحدية، ممكن ياخد فلوس ويسترف فلوس ويدمر فلوس كتيرة جدا. فاحتمال التاني ان هو يكون عنده اضطراب نفسي. الاحتمال التالت بقى وهو ان هو يكون بينفق المال في شيء لا يريدكم ان انتوا تعرفوه، سواء كانت مخدرات وادمان او سواء بيصرفها على حد تاني. فالتلات احوال دول مهما كان اي حال فيهم فهو محتاج ان هو انا اقول له يا سيدي ايها العزيز ايها الكريم، أنت لست من حقك أن تعرض أولادك للفتنة. أنت لابد أن تنفق عليهم نفقة تسد حاجاتهم إذا كانت معك أموال. لكن أن تنفق المال بهذه الطريقة بإسراف، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرب ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. وإذا كنت أنت بتتصدق بهذا المال فخير دينار درهم وضعته في أهلك، يبقى خير درهم وضعته في أهلك، يبقى هم الأولى. لكن انت سألتيني سؤال مهم جدا جدا، ومع اني بكلمه وبقوله خلي بالك ان ممكن الكلام ده يوصل اهل بيتك في درجات الضغوط الى ان هم يتفتنوا، وانت مأمور شرعا ان انت ايه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. ودوت مش من الرعاية اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها. الرعاية اللي ربنا امرك بيها ان الاولاد يحسوا بنعمة ربنا. انت كده بتضيق عليهم وتبعدهم عن الاحساس بنعمة ربنا. فاتق الله في اولادك. أما حضرتك اصبروا، حضرتك لازم تصبري. تصبري ليه بقى؟ لأن الراجل صاحب خلق، صاحب خلق. أنت قلت أنه هو صاحب خلق وراجل بيعاملك معاملة حسنة وبيعامل أولاده معاملة حسنة، غاية المراد أنه إن هو بيعرضكم في هذا الموطن إلى هذه الفتنة. فأنت اصبري وإن شاء الله ربنا يكتبك في الصابرات. ومش معنى كده أن أنت تتوقفي عن إيجاد المدخل المناسب للكلام معه في هذا الموضوع. ويا ريت تسمعي الكلام اللي انا قلته ده عشان ربنا سبحانه وتعالى دايما يجعلكم في توافق وسعاده. يا ساده، فاصل ونرجع تاني نتلقى اسئلتكم المباركه عشان نجيب عليها ونبقى في مجلس العلم في حضره مولانا سبحانه وتعالى، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه، ومعانا السيده ام شادي. ام شادي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل بس عشان أنا ما باجي أقرأ القرآن لازم أكون لابسة طرحة ومتوضية، ولا لأن أنا قاعدة أبص ألاقيني أقول إيه لما أقعد أقرأ شوية أروح قارئة أبص ألاقي نفسي مش لابسة طرحة ولا متوضية، يا ترى ده بيبقى غلط ولا مش غلط؟ هجاوب على حضرتك يا حاجة مشاهدة. حاجة تمام لو سمحت، سؤال تاني. تفضلي. يعني أنا عايزة أفهم إيه الفرق بين الزكاة والصدقة، لأن أنا بدفع فلوس شهرية، فأنا مش عارفة دي، وأنا في نيتي إن هي من الزكاة ومن الصدقة ليا والزوج الله يرحمه. فأنا كنت عايزة أعرف يعني أنا دلوقتي بدفع كل شهر مش بالسنة،
يعني بالسنة هيبقى المبلغ عليا كتير. خد بال حضرتك أنا بيطلع لي في الشهر 4600 بدفع منهم 1500. فأنا مش عارفة كيف أبقى أنا بعمل صدقة ولا دي زكاة بس. هجاوب على حضرتك والله تقول لي يعني. طب معلش معلش يا حاج مشادي، عندي أيوة. سؤال، عندي سؤال، انت عندك أفضل. رصيد في البنك؟ اه الفلوس اللي في البنك بتطلع لي 4600. طيب يعني دي الفلوس، ده الفلوس اللي في البنك دي بتطلع لك 4600. انا هجاوب على حضرتك على طول، فبطلع انا منهم 1500. خلاص هجاوب على حضرتك. انا كده بطلع دي بس كله ده زكاه هجاوب على حضرتك صدقه معاك في دخول تانية بتنفقي منها ولا انت بتنفقي من الفلوس دي؟ لا انا معاش، انا يعني زوجي. خلاص انا هجاوب على حضرتك، دي فعلي معاش. هجاوب على حضرتك يا حاجه مشادي. بص يا سيدي، بص حضرتك، اول حاجه قراءه القران، قراءه القران لازم نفرق ما بين مس المصحف وقراءه القران. انت كنت بتتكلمي على قراءه القران. قراءه القران لا تستلزم الوضوء، لا تستلزم الوضوء، وكمان لا تستلزم ان يكون الانسان في حالة ستر كامل للعور. يعني ايه؟ يعني مش مستلزم ان انت تكوني لابسة ما يستر عورتك اللي هو شعرك وكده، ولكن يجوز لك ان تقرأ القرآن ما دمت في حالة لبس محتشم في تأدب مع حالة القرآن الكريم، لكن مش لازم تكوني لابسة اللبس اللي انت بتصلي بيه، عشان نبقى واضحين، عشان ما يبقاش المسألة مسألة ان احنا عندنا ستر العورة للمرأة هي اللي بتصلي بيه، ان هي تستر عورتها كلها الا الوجه والكفين. فليس يلزم عند تلاوة القرآن ان انت تكوني على الهيئة التي تصلي بها، تمام؟ لكن عندنا بنتقدم مع القرآن الكريم. لكن لو زي ما انت قلت كده، مش لابسه، مش حاطه الطرح على شعرك ولا شيء، يجوز ان انت تقراي القران هكذا، يجوز ان انت تقراي القران هكذا، ويجوز ان انت تقراي القران تحركي لسانك بالقران وبصه في المصحف وتحركي لسانك بالقران، يجوز ان انت تعملي ده كمان وانت مش متوضيه. اما مساله مس المصحف، الجمهور على ان لازم مس المصحف يتطلب الوضوء. تعالي بقى نتكلم بقى في المساله الثانيه. انت دلوقتي بيخرج لك من شهاده الاستثمار او الوديعه اللي انت حطاها 3600 زي ما حضرتك تفضلت كده. انت المطالب عليك، المطالب منك في الزكاه ان تخرجي عشر هذا الريع، يعني تخرجي 360 جنيه. يعني هنقسم ال 3600 على 10 هيطلع 360 جنيه. فانت اللي بتعمليه ده لو نويتي بيه الزكاه، لو نويتي بيه الزكاه هيخرج منه زكاة، والباقي هيكون ممكن تخرجيه صدقة. فاللي انت بتخرجيه ده لو نويتي بيه الزكاة وانت بتخرجيه هيكون يخرج بيه الزكاة، وانت مش مطالبة ان انت تخرجي الزكاة سنويا، لان حضرتك قلت ان حضرتك على المعاش، فانت مش مطالبة ان انت تخرجي الزكاة سنويا، لان احنا مش هنخليك تخرجي الزكاة على كل، وهو ده اللي من اجله الفتوى دي جت، لإخراج العشر من الريع على الودائع وسندات الاستثمار. ليه قلنا كده؟ لأنه على بعض الناس اللي هم في هذه الحالة بيكون عندهم حالة من حالات أن المال تأكله الصدقة هكذا، فإيه اللي يحصل؟ فكانت فتوى إن احنا نعامل شهادات الاستثمار والودائع كما نعامل الأرض الزراعية، فإيه اللي يحصل؟ فيخرج عشر الريع. عشر الريع المبلغ اللي حضرتك بتقوليه دوت هيخرج منه 360 جنيه. ايه اللي حاصل بقى؟ انت بتخرجي 1500، فهيبقى انت كده بما انك نويتي وانت بتخرجي المال ده الزكاه، فانت تخرجي الزكاه ان شاء الله، وربنا يبارك لك في مالك ان شاء الله. والمال الزائد ان شاء الله هيبقى فيه الخلاف، هل الباقي بقى دوت تعتبر بياخد ثواب الفريضه ولا بياخد ثواب الصدقه؟ ان شاء الله ربنا يكتب لك الثواب العظيم ويكتب لك الثواب العام والخير العميم ان شاء الله. فانت بتدفعي الزكاه كده. استاذه سماح من اسكندريه تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال حضرتك سؤال من فضلك. انا ست مطلقه وعندي ثلاث اولاد، بنتين وولد. نعم. وجوزت البنتين وربنا كرمني وسطرتهم والولد معايا.
الأب في الحالة دي راجل متيسر ومعاه فلوس، منع يدي ولاده فلوس، منع يقف جنب منهم، ما قطعهم، ما بيكلمهمش، بعتهم كذا مرة، أهانهم وبهدلهم، وما فيش ود بينه وبينه، كل ما نقول صلة رحم يريد يبهدل العيال ويكرشهم البيت ويفرج عليهم الناس. أنا عايز أعرف عيالي عليهم وزر الكده وعقاب عند ربنا البني آدم ده اللي إيده طايلة كل شيء. معلش ساعة ما قلتي، ساعة ما كنت بتقولي سن الأولاد، الأولاد ما بيقدروش يشتغلوا ولا بيقدروا ينفقوا على نفسهم، سنهم كام؟ كان الولد عنده 10 سنين والبنات واحدة حوالي من 17 سنة وواحدة حوالي من 16 سنة أو 15 سنة. خلاص هجاوب على حضرتك. أنت أولاد حضرتك حتى الآن ما زالوا لا يستطيعون إن هم يعملوا ويكتسبوا وينفقوا على أنفسهم، وهو اللي بيعملوا دوت دي ظاهرة، يعني ظاهرة تصل إلى حد الكبيرة، وهي ظاهرة تطليق الأطفال. يعني تطليق الإيه؟ تطليق الأطفال. إيه تطليق الأطفال ده؟ إن الراجل ما بيطلقش مراته بيطلق مراته كمان والأولاد، فيضيع الأولاد. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول. الأولاد اللي حضرتك اللي هم فيهم اتنين في سن، أنا ما بحبش فكرة إن هم في سن خطر، لكن اتنين يمكن أن يتعرضوا إلى فتن مهولة. الناس أم التلاتة اللي عنده 10 سنين ولا اللي عندها 16 سنة ولا عندها 17 سنة، دول أنت متصور يعني لو ما لقوش فلوس هيعملوا إيه؟ وفي الآخر ده عرضك أنت. ففي الحقيقة اللي بيعمل كده بيبقى فتان، بيفتن أولاده، والفتنة والعياذ بالله كبيرة. فاتق الله سبحانه وتعالى، فاتق الله سبحانه وتعالى في أولادك، دو أولادك هتحاسب عليهم أول من تحاسب عليهم أولادك. فاتق الله وأنفق عليهم، لأن هذا واجب عليك، هذا حق لهم عليك ما دمت أنت تملك النفقة. الأمر الثاني أن مش بس الأولاد من حقهم، وده بقوله مهم جدا، الأولاد مش من حقهم بس النفقة، الأولاد من حقهم الرعاية. يعني ما ينفعش أن أنت ترمي لهم الفلوس وخلاص، أنت واجب عليك أن أنت ترعاهم كمان حتى وهم مع أمهم. فاتق الله سبحانه وتعالى في أولادك لأنك ستحاسب عليه. نعم، مين مع السيدة أم مصطفى؟ تتفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، عندي كم سؤال بعد إذن سيادتك. تفضلي. هو أنا لو أنا مثلا في البيت ولابسة ترنج البيت، هو أنا ينفع أصلي به؟ تاني كده، إيه تاني؟ الترنج بتاع البيت. طيب حاضر، ده سؤال أولاني. أنت قلت عندي عدة أسئلة، ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أنا جوزي مثلا مسافر على طريق، دايما هو على طريق يعني، ومثلا بيبقى واقف في مكان فيه يقف ممكن فيه يومين أو ثلاثة، وينفع يعمل الصلاة قصري فيه؟ أنتوا السفر بيكون لمدة 3 أيام؟ مثلا ثلاثة. ولا أنتوا هتقعدوا في المكان 3 أيام؟ لا، هو اللي مسافر على الطريق شغله يعني. يعني هو بيسوق لمدة 3 أيام مثلا. فبيبقى واقف، لا وقف بقى خلاص في المكان ده هيحمل منه شغل وكده، فبيبقى مثلا واقف فيه 3 أيام 4 أيام كده حسب الشغل. لا، لازم نعرف المدة، هو المكان اللي هو يقف فيه ده هيقف فيه كام يوم؟ ما بيزيدش عن 5 أيام، صح؟ لا ما بيزيدش. طيب اجاوب حضرتك السؤال الثاني. السؤال الثالث، السؤال الثالث دلوقتي، انا عندي والدي طبعا هو يعني كان شبيه نفس السؤال اللي كان من شويه، هو منفصل عن والدتي وما بيسالش علينا خالص ولا ساعدنا لا في جهازه ولا في اي حاجه. انا جوزت انا واختي وتمام والحمد لله، هو ما بيسالش علينا خالص. ونسال يا شيخنا يعني لازم احنا اللي نروح ونسعى، وبيكلمنا بطريقه وحشه باسلوب وحش لدرجه ان احنا مش بنبقى عايزين نتعامل معاه، ولو مثلا طلب مننا نعمل له حاجه اكله هدمه اي حاجه نيجي نعملها له يدينا فلوس، احنا بناخدها على ان انت كده يعني احنا مش اجاريه، احنا بنعمل لك عن حب والله. طب يعني فين سؤالك يا ام مصطفى؟ انا لو انا قطعته انا واختي احنا مش عارفين نتعامل معاه يا شيخ. طب هقول لك داخل سنه ومش بيكلمنا. هقول لك تتعاملوا معاه ازاي يا ام مصطفى. اول سؤال سالتيني عليه، ينفع اصلي بالترنج بتاع البيت وانا مغطيه كل جسمي سوى الوجه والكفين؟ ينفع ان انت تصلي بده ما دمتي بتصلي في بيتك. السؤال الثاني، السفر الزوج، اذا كان السفر بتاع الزوج دوت حتى في المكان اللي هو رسي فيه او وقف فيه عشان يحمل
ما بيزيدش عن 3 ايام غير يومين الدخول والخروج ينفع يجمع ويقصر فيه، ينفع يجمع ويقصر فيه ما دام ما زادش عن 5 ايام، يعني يوم الدخول للمكان ده ويوم الخروج. نفترض ان النهارده اهو راح النهارده الاثنين، مش هنحسب الاثنين، وقعد الثلاث والاربع والخميس ومشي الجمعه، ادي كده اهو، يبقى شلنا الاثنين وشلنا الجمعه، فقعد الثلاث والاربع والخميس ينفع يجمع ويقصر في الصلاه دي. اما والدك استمري في الاحسان اليه. هو كل الحكايه ان الاباء في بعض الاحيان بيبقى عندهم احساس ان اولادهم ناظرين لهم نظره مش كويسه، فالاحسان اليهم بيغير نظرتهم. كل ما تحسني اليه، طب هو ما بيكلمكمش بقاله سنه ونص، كلموه انتوا سنه ونص، يعني كلموه، لا تتوقفوا ابدا ولا تنقطعوا عن معاملته. طب بيأذينا، تواصلوا معاه بمقدار ما لا يؤذيكم. الامر الثاني ان الكلمه او النظره ده مش مدعى ان الانسان يقاطع ابوه ولا امه ابدا، ده احنا وصلنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. يبقى اذن الكلام ده ان واحد نظر لي او واحد قال لي او واحد كشر في وشي او واحد زقني او واحد طردني من البيت، كل ده ما يمنعش من بر الوالدين، كل ده لا يمنع من بر الوالدين. ليه طيب؟ عشان احنا ما عندناش كرامه، بلاش الطريقه دي. لا، لان هم كانوا سبب في وجودكم، وعشان كده هنبرهم وهناخد ثواب، هناخد ثواب الصبر وثواب صله الارحام وثواب محاسن الاخلاق، كل دي ثواب. ولذلك بر الوالدين اذا كان واجب فهو ثواب، وثواب الواجب العظيم، اذا كان فرض فثواب ثواب الفرض الكبير. فعشان كده داوموا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تجدوا البركه والنور في حياتكم ان شاء الله. استاذ احمد يتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ احمد، اتفضل. حياه طيبه من الاهل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل. اهلا وسهلا بحضرتك. حضراتكم احمد عروق من غرب شبرا الخيمه. عايز من حضرتك بعد اذن سعادتك اعرف بس حكم الشرع في اولئك الذين لا يخافون او لا يحترمون هيبه الموت. فهناك على سبيل المثال من يصور موتهم ويشيرها على السوشيال ميديا او على صفحات التواصل الاجتماعي، وهناك من لا يدفن ميته الا اذا جاء المشيعين للجنازه او المعزين، ولو طال العمر لو طالت المده ليومين او ثلاثه، فهل يصح هذا يا دكتور؟ هجاوب حضرتك يا سيدي. احنا عندنا دلوقتي امرين، سؤالين الاولاني. السؤال الاولاني هو التعدي على حرمه الموت بتصوير الموتى حال موتهم، هذا لا يجوز شرعا، لان دوت نوع من انواع انتهاك حرمه الموتى. ولذلك احنا عندنا في حرمه الموتى نحن نكفن الاموات، نكفن الاموات، لان هذا هو جزء من تكريمهم، ان هو عدم سترهم عن رؤيه اي شيء ممكن يسيء اليهم، لان هم في حال الموت لهم عرض ولهم كرامه ككرامه الاحياء. ولذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنتعامل مع الاموات في الاحترام والهيبه والتقدير وكل ده، احنا لابد ان احنا نتعامل معهم كانهم لهم كرامه كاحياء، بالعكس كرامتهم كاموات، لان هم لا يستطيعون ان يدفعوا عن نفسهم، لابد ان هي تكون ازيد. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعدي على الموت قال كسر عظم الميت ككسره حيا. فالتعدي على الاموات لا يجوز شرعا، ولا يجوز ان احنا نعرض ما يجعلهم في حاله اي نوع من انواع الانتقاص منهم، فلا يجوز تصويرهم الا لامر طبي او لامر يتعلق بالتشريح او لامر يتعلق بمساله التحقيقات، غير كده فلا، غير كده فلا. الامر الثاني، انت سالت عن مساله الناس اللي بيأجلوا دفن الموتى لحضور المشيعين. احنا عندنا ان من اكرام الميت ان يدفن، لان الدفن احد الحقوق اللي الواجبه علينا تجاه الميت. فالاصل في الموت في الميت ان نسارع بدفنه، ان نسارع بدفنه، ان نسارع بدفنه. يعني ايه؟ ما ينفعش ان، وخاصه في الظروف التي تتعلق بالظروف الحر مثل هذه، فلا بد ان نسارع بدفن الميت، لان هذا هو جزء من ستره، الستر الذي يليق به فيما يتعلق بالحال التي عليها وهي حال الموت. إذن يا سادة
الإسراع بدفن الميت هو الواجب، لأن هذا هو الأسرع لمسألة ستره. أما إن كان التأخير لعلة كعلة نقله من مكان إلى مكان لكي يدفن في مقابر المسلمين، أو نقله من مكان إلى مكان لعدم وجود وقابر في المكان الذي هو فيه، فاستغرق هذا عدة أيام لسفره من بلد إلى بلد، فهذا جائز. أما سوى ذلك فلا، فيمنع إن احنا نؤجل الموتى لحضور أحد، لأن التعجيل بدفن الموتى هو الأولى. يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة قوي، حاجة تتعلق بتربيتنا لأولادنا، بس تتعلق بينا احنا ولها أثر على تربيتنا لأولادنا. هي مسألة إن احنا ازاي نحافظ على اتزاننا واحنا بنربي أولادنا. الاتزان في الحقيقة ركن من أركان بناء الإنسان، ولذلك لابد أن نحافظ على اتزاننا، لابد أن احنا نعيش في مدد ربنا سبحانه وتعالى، ونمشي على الخطة السبوعية التي ذكرناها. عسى أن الله سبحانه وتعالى دائما يذيقنا من جميل مدده، ويعيننا على أن نكون من أهل التوفيق والسداد في دعم أولادنا وفي مساندتهم، حتى يكونوا سائرين على طريق الله وسائرين إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. اللهم اجعلنا من أهل التوفيق والسداد ومن أهل العون لأولادنا، لكي يقبلوا عليك طائعين طاهرين حامدين شاكرين، ونحن نكون معهم من المتزنين. يا رب العالمين أكرمنا والتوفيق في تربية أولادنا على الدوام يا رب العالمين.